هذا السيستم او هذا السلندر بده يحرك عماله بحرك لود، واللود هذا محطوط على سطح وفيش زيت، فيش زيت هون بين هذا السطح والوزن. هذا الجسم اللي احنا عم نحركه، انا عم نحركه احنا افقيا، لاني بحركه افقيا ايش الان بعرف انه ما فيش عندي شيء اقلق من ناحيته ما دام بحركه افقيا. لما بحرك جسم افقيا في حين بحركه عموديا، ايش المشكلة عندي لما بحرك الجسم عموديا؟ الجاذبية، وما في عندي مشكلة جاذبية. ايش طيب المشكلة عندي هون؟ ايش الأشياء الفورسز اللي لازم أحطها هذا الجسم حتى يتحرك أفقيا؟ أفقيا، شو الأشياء؟ نسينا الجاذبية، في شيء ام في جي، أوكي؟ وام جي في ساين ثيتا وثيتا زيرو، فما فيش عندي مشكلة ام جي، أوكي؟ الفريكشن، ايش كمان؟ ليه ايش اللي رح يخليني أحتاج فورس زيادة أو أقل هون غير الفريكشن؟ شو الكتلة؟ شو هي؟ ايش بزيد؟ في الزيت نفسه، في على صوته في كمية الزيت اللي بتكون جوا مشغلين لها كونغرس، يعني بيشحنوا هون هون هذا الجسم لما بحرك هذا الجسم، نعم كتلته ام الو ام اه تمام، شو راح يصير؟ على صوته ام في ايه تمام، مثلا انا في عندي تو فورسز، في عندي ام في ايه، افرض انا بدي اسارع مش لازم احط عليه فورس اضافيه عشان يتسارع، غير الفورس اللي بتغلب عليه على الفريكشن، صار عندي اف فريكشن زائد اف، اف مكتوب هي الفريكشن في ام اي. لو ما بدي اسارع بس ما استفدتش منه اذا بديش اسارع، انت متخيل الجسم هو ثابت وبدي احركه من مكان لمكان، مش لازم اسارع؟ مش رح استفيد منه اذا انا بدي اقول بس بدي احط الفريكشن، اذا لازم ام في اي، الاي من وين اجتنا؟ الفريكشن طب شو رح يكون نوع الفريكشن هون؟ كولوم فريكشن تمام. اذا ايش بدي؟ بدي الماس، مش هيك؟ انا هو مشكلته بعطيكيش ماس، بعطيني باوندز فورس، ما فيش مشكله، اوكي فاهمين شو قصدي؟ المتريكس الامبيريال سيستم ما في عنده شيء واضح اسمه ماس، بميزش كثير بين الويت والماس، بعدين بحكي عن الماس بسميها شيء اسمها سلاج، بس احنا بنقدر نتعامل معها. هو بيقول لي هذا الجسم وزنه، هو بيحكي وزنه 1500 باوند فورس، فاهمين شو بالعطاء؟ لما تروح انت على الامبيريال سيستم ما بقول لك هذا كتلته 1500 باوند، ايش بقول؟ وزنه 1500 باوند، بس انا ما في مشكله مش هيك؟ احنا عارفين. طيب اذا هو 1500 باوند فورس معناها الماس تبعته قديش؟ 1500 باوند ماس، اوكي فاهمين هاي النقطه؟ هاي نقطه مهمه. انا هون انا عارف في فورس عليه بس كتلته كمان هي 1500 باوند ماس، هاي نقطه مهمه. كم كيلوغرام؟ لاحظوا هون ايش السبسكريبت هون؟ يعني اذا بدي احول لايش؟ لكيلوغرام، خلص بس بحول لكيلوغرام. فباجي بقول الان 1 باوند ماس تعادل 1.536 كيلوغرام ماس، بس ما طلبت انا ما طلبت منك وزنه، طلبت منك كتلته. لو طلبت منك وزنه بالنيوتن شو بتعمل بعدين؟ تضرب الان في هذا، اوكي؟ بس انا اخذت الكتله، فهذا بيطلع تقريبا 750 مش هيك؟ او حدود ال 700 بيطلع 680.4 كيلوغرام، اوكي ماشي فاهمين؟ هاي نقطة مهمة. ما اجى قال لي في فورس معينة كذا باوند فورس بحولها لنيوتن، بس هذه هون عمال بقول لي الكتلة تبعت هذا الجسم 1500 باوند. هم بالمتريك سيستم بالامبيريال سيستم او الانجليش سيستم بيستعملوا بيحكوا عن وزن، بس هو المفروض احنا نحكي عن كتلة. فصارت عندي هلا هاي موجودة، هلا لازم يعطيني ايش كمان حتى احسب الفريكشنال فورس؟ ايش ناقص؟ ميو تمام، فالميو عندي هون قديش قيمتها؟ السؤال 0.12، فميو 0.12 فبصير عندي الان الفريكشنال فورس شو بتساوي؟ 0.12. هلا عندي هاي 680، هلا هون ايش لازم احولها؟ بدي احولها ل فورس مش هيك؟ حتى احسب فورس، ايش تعريف الاف اللي هون؟ احنا بنقول في اف فريكشنال بتساوي ميو في ايش؟ اي فورس؟ نورمال نورمال،
والفورس النورمال بالحلقه راح تكون وزنه. وزنه ايش لازم اعمل؟ 9.81. كل فهم هاي النقطه؟ فبصير عندي هلا تطلع الفريكشنال فورس 680. حددوا الرقمين انا كاني مش دور الوزن. قديش؟ 800.9. هيك صارت عندي هاي الفريكشنال فورس اللي موجوده هون 0.12 فيها. طيب ام في اي قديش بتساوي؟ هي عندي ام. صح صح مضبوط. هلا نسال سؤال، الفريكشن والام اي رح يشتغلوا باي اتجاه بالحاله هاي؟ اذا انا عم بحاول اباطي الجسم رح يكونوا عكس الفورس اللي عم في فورس عمالها بتحاول تباطئ فيهم، رح يعاكسوا التنين، رح الفريكشن رح تعاكسني وام اي، فرح يصير عندي هون بدي احول ام اي رح احط فورس على هذا الجسم، الفورس على هذا الجسم عندي اف بتساعدني، الفريكشنال بتساعدني انها بتساعد الجسم بكون عكس اتجاه الحركه. خلينا نحسب ام اي، فالاف تبعت ام اي بتساوي ام كانت 680.4 مضروبه في اي 1.6635 منهم. قديش تطلع هاي كفورس؟ 1131. 1131. اوكي اطفي والله لو سميح. اوكي الكل فاهم لحد الان.